بنرحب بكم من جديد مشاهدينا، لسه مكملين معاكم فقرات هذا الصباح. دلوقتي آخر حواراتنا اللي هنخصصه لمناقشة المشروع اللي أطلقته الحكومة المصرية لتطوير القناطر الخيرية. احنا عارفين ان القناطر الخيرية أنشأها محمد علي باشا منذ بداية عهده، وكان الهدف منها زيادة الأراضي والمساحات الزراعية في الدلتا، إلا أنه مع بداية القرن العشرين تحولت القناطر الخيرية إلى مزار سياحي ومتنزه للعديد من المصريين في الأيام العادية وخصوصا في فترات الأعياد. هنتكلم عن المشروع اللي أطلقته الحكومة بمشاركة 6 وزارات لتطوير القناطر الخيرية. بيشرفنا يكون معانا الأستاذ عبد اللطيف وهبة، الكاتب الصحفي ومحرر شؤون مجلس الوزراء. أستاذ عبد اللطيف أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. اسمح لنا أستاذ عبد اللطيف ومشاهدينا الكرام نتابع المزيد في هذا التقرير ثم نعود لنبدأ النقاش. بهدف جذب الاستثمارات لإقامة المشروعات وخلق فرص عمل جديدة، أطلقت الحكومة مشروع تطوير منطقة القناطر الخيرية بمشاركة عدد من الوزارات، ويتضمن المشروع إقامة شبكة مواصلات نهرية متميزة ذات طابع أثري خاص، بالإضافة إلى طرح باقي المنطقة للمستثمرين لتطويرها وعمل جذب سياحي عالمي من خلال إقامة المطاعم والمناطق التجارية والمناطق الخضراء وإقامة المسابقات والعروض النهرية وإقامة مرسى اليخوت. المشروع يشتمل أيضا على تطوير وصيانة الكباري والمباني الأثرية بالقناطر الخيرية والترويج والإعلان عن الآثار الموجودة بها في كافة دول العالم، ودعم المنطقة بعدد من الرحلات السياحية الداخلية والخارجية، وتزويد المنطقة بعدد من المرشدين السياحيين. وفي هذا الإطار تؤكد وزارة الاستثمار أنها ستتولى التنسيق مع القطاع الخاص في عرض الفرص الاستثمارية في محافظة القليوبية على المستثمرين الذين أبدوا رغبتهم في الاستثمار في القناطر الخيرية. محافظة القليوبية أكدت استعدادها لتقديم الدعم اللوجستي للمستثمرين لتشجيعهم للعمل في هذه المناطق التي تقع في موقع استراتيجي بالقرب من الطريق الإقليمي الدولي والطريق الحر الجديد بنها شبرا الخيمة. وفي نفس السياق قررت الهيئة العامة للتخطيط العمراني إعداد مخطط تنموي بالتنسيق مع محافظة القليوبية لمنطقة حدائق القناطر الخيرية في إطار المخطط الاستراتيجي لمدينة القناطر والقرى والتجمعات العمرانية المحيطة بها. للمزيد بنرحب مرة تانية بالأستاذ عبد اللطيف وهبة، الكاتب الصحفي ومحرر شؤون مجلس الوزراء. أهلا بك مرة أهلاً تانية أستاذ عبد اللطيف. قبل ما نتكلم عن مشروع الحكومة لتطوير أو إعادة الروح مرة تانية للقناطر الخيرية، عايزين نعرف من حضرتك إيه أسباب يعني إهمال القناطر الخيرية وعدم إطلاق مشروع يعيد لها مكانتها ورونقها ضمن المزارات السياحية المصرية؟ شوف، يعني لو بصينا للقناطر الخيرية هنلاقي أنها تعرضت مثلها مثل النيل تماما، تعرضت لإهمال شديد على مدار عقود ماضية. يمكن اكتفى بعض المسؤولين، يمكن حضرتك تعلم تماما، قبل ثورة يناير اكتفى بعض المسؤولين ان هي زي مقرات يعني الى حد ما ترفيهية او مؤقتة لهم. يمكن مثلا هنبص لو في فترة السادات كان له استراحة هناك، وايضا عبد الناصر كان في استراحة الرئاسة هناك، كان في اهتمام في ذلك الوقت إلى حد ما بالقناطر الخيرية. لكن على مدى الزمن والتطور الشديد وظهور منتجعات جديدة وخلافه تعرضت إلى الإهمال. يمكن أنا عايز أقول لحضرتك يعني الخطة الحكومية فيما يتعلق بإعادة الروح مرة تانية إلى القناطر الخيرية، كان في اجتماع منذ أيام بحضور ممثلي 5 وزارات، وده كان بمبادرة من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اللي هو كيف يتم استغلال منطقة القناطر الخيرية. ليه بقى؟ احنا عندنا مثلا على سبيل المثال في حاجة اسمها
تحقق لك عائدات غير منظورة. يعني أنت لا تتحمل أي شيء على الإطلاق سوى إعداد هذا المكان أو إعداد المكان، بمعنى أن لو أعدنا الروح لهذه المنطقة، سواء الكباين اللي كانت موجودة فيها أو الفيلل أو حتى المتحف اللي موجود ومنطقة المصانع المتواجدة، ثم ربطها حاليا إحنا عندنا محاور جديدة، عندنا محور شبرا أو بنها، وعندنا محور دائري وقريب منها، هي لا تبعد عن القاهرة حوالي 20 كيلو تقريبا. إذن لو أنت وضحتها على الخريطة السياحية بعد إعادة تأهيلها مرة ثانية، من الممكن أن تحقق لك عائدات دولارية، ولكن للأسف لم يتم استغلال ذلك. وضعها هو وضع نهر النيل، المجرى الملاحي. لو حضرتك بتشوف هذا المجرى يعني غير مستغل على الإطلاق، إلا في منطقتين أو في محافظتين تقريبا، هما أسوان و الأقصر. أما غير كده فنحن غير مستغلين نهر النيل، حتى فيما يتعلق مثلا بالنقل النهري على سبيل المثال، غير مستغل نهر النيل. إذن وضع القناطر الخيرية هو وضع نهر النيل. إذا أعدت الاهتمام بنهر النيل من الشمال إلى الجنوب، هتكون للقناطر دي أهمية كبيرة جدا. إذا استطعت أن تضعها على الخريطة السياحية، لأن مش الهدف ليس إعادة تأهيل فقط وكذا وكذا، ولكن لابد من وضعها على خريطة الشركات السياحية والتور ايجنتس سواء في الداخل أو في الخارج. تخيل هي لا تبعد عن القاهرة 20 كيلو، يعني من الممكن أن هي تعيد الروح لمنطقة وسط الدلتا مرة تانية. تمام، هل أعلنت الحكومة عن ملامح هذا المشروع اللي بتعتزم إطلاقه لتطوير القناطر الخيرية؟ ده صحيح في الحقيقة، يعني وزارة التعاون الدولي بممثلي 5 وزارات، من الري ومن الزراعة ومن الآثار ومن السياحة ومن الثقافة، كل دول يمكن عقدوا الاجتماع برئاسة وزيرة التعاون الدولي الأسبوع الماضي، هو الاتفاق على جدول زمني لإعادة تأهيل هذه المنطقة. إزاي إن إحنا نستطيع أن نستغل البنية الأساسية اللي موجودة هناك مع تطويرها تطويرات بسيطة، إنك مثلا تنشئ فندق على نفس الطراز المعماري اللي موجود، مش هنقول فندق عالي ولا كلام من ده، لا، هو نفس الطراز اللي موجود. إزاي وزارة السياحة تقوم بإدراج هذه المنطقة على الخريطة السياحية، على الأجندة السياحية، حتى على الأقل من الممكن إن أنت في بعض المناسبات السياحية الأجندة، يعني من الممكن إن أنت تعمل بعض الأحداث أو الاحتفالات أو الإيفنتس هناك في منطقة القناطر الخيرية، بدل ما هي متركزة مثلا في منطقة الأهرامات أو في مصر القديمة أو خلافه. ده أيضا من الأمور الهامة. ثانيا، بدلا من عقد المؤتمرات إنك تأخذ وتودي مثلا شرم الشيخ يعني مكتظة الآن ولها وضع خاص، الغردقة نفس الموضوع، لا، أنت ممكن تعمل بعض برضو المناسبات في منطقة القناطر الخيرية. كل ده يعيد الروح. طيب أستاذ عبد اللطيف، هل الحكومة أو أي من الوزارات أعلنت عن تكلفة مبدئية لهذا المشروع؟ لا، حتى الآن لم يتم الإعلان عن التكلفة المبدئية. هيمول من الحكومة ولا من القطاع الخاص؟ لا، بص، طالما يعني حاجة كده بديهية، طالما فيها وزارة التعاون الدولي والاستثمار، فمن الممكن أنت عندك 2 روافد من الممكن يقوموا بعملية إعادة تأهيل وتنمية هذه المنطقة. إما أنك تطرح بعض المشروعات الصغيرة للاستثمار هناك، ده لرجال الأعمال مثلا على سبيل المثال، وليس للتملك، عشان ما يحصلش نفس الأزمة اللي بتحصل في بعض المناطق الأخرى أو الجزر الواقعة في المجرى الملاحي. وإما في نفس الوقت أنك تستغل جزء من القروض أو المعونات اللي بتجيلنا من الخارج في تنمية هذه المنطقة. وبعدين التنمية هنا ليست قاصرة على الوضع السياحي، ولكن انت بتخلق نشاط اقتصادي جديد في المنطقة، بتخلق فرص عمل لأهالي المنطقة، في نفس الوقت بترفع درجة الوعي لدى أهالي المنطقة. انا عايز اقول لحضرتك، انت لو رحت الآن منطقة القناطر الخيرية،
يصعب عليك الوضع فعلا. انت شفت زمان منطقه الرمايه كده في الهرم، اما تيجي تروح مثلا الفيوم او تروح اسكندريه او تروح ممكن تقف لك ساعه، هو نفس الموقف تقريبا في منطقه القناطر الخيريه دلوقتي. مواقف عشوائيه، عندك حركه مرور متوقفه تماما، ما فيش اي تنظيم على الاطلاق. انت عندك كمان ايه؟ كباري تاريخيه هناك يعني اثريه في نفس الوقت، يعني اكثر من 200 سنه موجودة، واخد بالك؟ فده لم تمتد إليها يد التطوير. ربما كان هناك مشروع ولكن لم يكتمل، وده كان قبل يناير 2011. تمام. حتى نضمن أن هذا المشروع سيطبق وفعلا يعني يعاد للقناطر الخيرية رونقها مرة تانية، إيه المطلوب من الحكومة؟ المطلوب الآن أن أنت يعني أما بتفكر في موضوع لا تشكل لجنة، اللجان تقتل أي مشروع، ولكن عليك أن تتخذ الإجراءات التنفيذية الفعلية على الفور، لأن أنا بقول لحضرتك أهمية هذا المكان ليس كمكان فقط، ولكن من الممكن أن يحقق لك موارد غير منظورة. لا يقل أهمية عن الغردقة وشرم الشيخ ولا أي مكان سياحي في مصر، ده بإعادة تأهيل بنية أساسية من الممكن أنه يجتذب السياح إلى هذه المنطقة. نتمنى إن شاء الله أستاذ عبد اللطيف يعاد إلى القناطر الخيرية رونقها مرة تانية وتكون مزار سياحي مهم للسائحين سواء من الخارج أو السياحة الداخلية. شكرا لحضرتك الأستاذ عبد اللطيف وهبة، الكاتب الصحفي ومحرر شؤون مجلس الوزراء. صباح خير. شكرا. صباح الخير. بكده مشاهدينا نكون وصلنا إلى ختام حلقة النهاردة في هذا الصباح. بكرة إن شاء الله فريق عمل جديد، حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل اليوم وإلى اللقاء.